على حسب قراءاتي وحسب ما يجري في الساحة السياسية الدولية حاليا، نلاحظ أن هناك ربما عودة للعلاقات الفرنسية المغربية، محاولة محاولة عودة العلاقات الفرنسية المغربية. أنا أظن أن حتى فرنسا ربما تريد توظيف المغرب من أجل كسب دول الساحل عن طريق فرنسا، لأن فرنسا أبعدت من هذه الدول وليس لها كلمة فعلا. وبالتالي الآن فرنسا لها محاولات، حتى شوف احنا وزير الخارجية يعني مؤخرا في تصريحاته، وأنا يعني قال دار تصريحات يعني مشينة نوعا ما، هو يعني حب يقوم باعتراف لما لا نعترف بمغربية الصحراء. وبالتالي هذه كان ربما عربون لتأسيس علاقات أخرى، ومن أجل توظيف المغرب من أجل إعادة دمشل دول الساحل التي طردت منها فرنسا. هذا وبالتالي المغرب يبقى دائما دولة وظيفية، معزول سياسيا ومعزول حتى اقتصاديا. والدولة التي تعطي أكثر يتبنى معي يمشي معها يعني سواء.